السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نعرفوا آخر أخبار وانتقالات محترفي المغاربة، اللي منهم يوسف الهندا، منير الحدادي، حكيم زياش، ياسين بونو وأشرف حكيمي. ونبداو أولا بيوسف الهندا، اللي للأسف تلقى صدمة من رئيس مونبوليي بعد ما كانوا اتفقوا على جميع الشروط وكان فقط ناقص غير التوقيع ديال بالهندا. في آخر لحظة للأسف كل شيء كيتلغى. ندخلوا في التفاصيل باش تعرفوا شنو واقع ونبداو على بركة الله. قال رئيس مونبوليي في تصريحات نقلتها صحيفة ميدي ليبر: حدثنا مرة أخرى أنا وبالهندا وأخبرته أنني لا أستطيع التعاقد معه حاليا لأسباب مالية. التعاقد معه فعلا سيكون رائعا لكنه غير ممكن في الوقت الحالي. وأضاف: نعاني من نقص فظيع على المستوى المالي. حقوق النقل التلفزيوني في تراجع، انخفضت الحصة ب 3 مليون يورو، ولست أدري متى ستعود الجماهير إلى مدرجات. لا يمكن أن أضمن له أي شيء، عليه فقط أن ينتظر بعد الوقت. لقد شعرت أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة، هذا شعوري أنا أيضا. لقد اتفقنا من قبل على كل شيء من الناحية المالية لكن الوضع في النادي صعب. أنا أشكره على تفهمه. وتابع رئيس مونبوليي: إذا كانت لديه أولوية أخرى يمكنه أن يلعب لفريق آخر. هناك أشياء يمكنني أن أفعلها وأشياء أخرى لا يمكنني أن أفعلها. لست على استعداد لأنهي حياتي في السجن. يعني قولا واحدا بالهندا ما غاديش ينتقل مونبوليي في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن ما تخافوش عليه، فأكبر أندية في أوروبا كتمنى لاعب بحال بالهندا. وبالفعل هناك عروض ملموسه من انديه تركيه وخليجيه وايضا من نادي اولمبياكوس اليوناني. اما جديد اللاعب المغربي منير الحدادي، فبعد ما تسارعت العروض عليه بحيث اربعه انديه كترغب في التعاقد معه، من ابرزها ارافيس وخيطافي الاسبانيين وساوت هابتن انجليزي وترازبون سبورت تركي. ولكن المفاجاه الساره لمنير الحدادي هو العرض الجديد اللي ظهر ايضا من ايطاليا، وهذه المره من فريق اودينيزي ليكون ثالث الانديه الاوروبيه خارج اسبانيا على مستوى الاهتمامات القوية بعد ساوث هابتن وترازبون سبورت تركي. وبذلك يكون دخول خمسة أندية بشكل رسمي في أجندة الاهتمامات. وبالنسبة لي أفضل عرض للحدادي هو ساوث هابتن الإنجليزي، هذه من وجهة نظري الشخصية. أما حكيم زياش فحسب صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن تشيلسي مصر على انتداب نجم ليستر سيتي ماديسون، الذي يعتبر من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي ممتاز، وتألق بشكل لافت مع فريقه خلال الموسم الماضي من البريمير ليج. ووفق هذه الصحيفة فإن التفكير في ماديسون يعني آليا أن تشيلسي قرر التفويت في حكيم زياش خلال ميركاتو المقبل، بما أن الوافد الجديد يشغل مركز زياش، ما يعني عدم الاقتناع بكل ما يقدمه النجم المغربي مع الفريق خلال الفترة الماضية، رغم أنه قاد الفريق إلى التألق في عديد المباريات الكبرى. ويبدو أن المدرب الألماني توماس توخيل، خاصة بعد أن رصدت إدارة الفريق ميزانية هامة من أجل دعم الفريق بعديد الصفقات حتى يمكنه الموسم القادم التتويج بالدوري الانجليزي. والصراحه من الاحسن لحكيم زياش مغادره تشيلسي ويقلب على شي فريق اللي يقدر الموهبه ديالو ويشرط فيه ايضا يكون كاساسي، لان الثلاجه ما غاديش تكون من مصلحته ولا من مصلحه المنتخب الوطني المغربي، لاننا داخلين في اقصائيات كاس العالم شهر 9 القادم ان شاء الله. اما ياسين بونو فالاخبار الاخيره كتقول ان اشبيليا متمسك به بعد ان تخلص من حارسين، بحيث باع عقد حارس مرمى خوان سوريانو البالغ من العمر 24 سنه، وهذا هو الحارس المرمى الثاني الذي يغادر إشبيليا بعد الحارس سيربي توماس الذي رحل قبل بضعة أيام بعدما انتهت مدة عقده دون أن يمددها مع الفريق الأندلسي. وأيضا تقارير إعلامية إسبانية كتأكد أن إشبيليا لن يسمح لحارس ياسين بونو بالرحيل عن الفريق مهما توصل بعروض من أندية أخرى، وأنه سيعمل على تحسين عقده بامتيازات مالية أخرى ليبقى في صفوفه. إذا قولا واحدا 100% ياسين بونو أندلسي في الموسم القادم مع المغربي الاخر يوسف نصيري. اما اشرف حكيمي فاخر الاخبار كتقول انه وافق شفهيا على الانتقال الى نادي تشيلسي، ولكن المفاجاه هي ديال باريس سان جيرمان، اللي البارح فقط رفع العرض ديالو الى 70 مليون يورو. يعني كل مره باريس سان جيرمان كترفع العرض ديالها، وللعلم فقط ان اداره الانتر عارفه مزيان ان باريس سان جيرمان قادره تعطي 80 مليون يورو اللي طالبها في اشرف حكيمي. فلو اداره باريس سان جيرمان لقات منافس شرس على اشرف حكيمي، كونوا على يقين كانت غادي تقدم بالعرض ديال 80 مليون يورو من الاول. ولكن القرار الاخير طبيعه الحال كيبقى لاشرف حكيمي هو اللي غادي يختار الوجهه القادمه ديالو ان شاء الله. وفي الاخير اللي كنتمناه هو المحترفين المغاربه ديالنا يتوفقوا في الاختيارات ديالهم للوجهه القادمه، لان في الاخير كل شيء كيصب في مصلحه المنتخب الوطني المغربي. وختاما كنسيل الحماس ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم اسلام ومع السلامه.